لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نريد أن نذكر ملخص تاريخ الصراع الإسلامي النصراني الغرب من اليهود. بعد ما خرج من جزيرة العرب وبدأت أوروبا يقتلون اليهود هتلر وغيره وبدأوا يطلبوا من السلطان العثماني أن يأويهم آواهم في فلسطين أصلا بداية التجمع اليهودي في فلسطين بدأ على شكل هجرات فردية ولكنها متكررة وكثيرة بإذن السلطان العثماني، إنه بيأذن لهم أنهم يفروا من الإبادة في أوروبا إلى أن انتبه إلى أنهم كلهم بيتجمعوا في بلاد فلسطين. ولكن هذا الأمر كان متأخر ليقضي الله عز وجل أمرا كان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكرنا في المرات السابقة ملخص تاريخ الروم الأوروبيين وملخص تاريخ اليهود وأيضا ملخص كيف صارت العلاقة بين أوروبا واليهود. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على العلاقة بين الإسلام واليهودية، كيف صار الصراع بينهما، والعلاقة بين الإسلام والغرب وكيف صار الصراع بينهما. وهذا وإن كنا قد تناولنا في مناسبات عديدة إلا أنه نعيد البيان هنا لكي تكتمل الصورة في الذهن ولكي نستطيع أن نتفهم الواقع الحالي. أما بالنسبة للصراع الإسلامي اليهودي فقد ذكرنا أن اليهود بعد أن شردهم الرومان من بيت المقدس ومن الشام بأسرها وفرقوهم فتفرقوا في البلدان، وكان أمثالهم طريقة هم الذين ذهبوا إلى جزيرة العرب ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تمركز هؤلاء في خيبر وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى بعض التواجد المتفرق في البلاد أخرى من الجزيرة العربية. وكان اليهود استعملهم الله تبارك وتعالى، استعمل هؤلاء اليهود في التمهيد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. أن اليهود مارسوا نوع من أنواع الدعوة إليه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبالتالي فتحت المدينة ودخل أهلها في الإسلام بتشوقهم إلى ما حدثهم عنه اليهود. هكذا اليهود يتحدثون عن النبي الخاتم، وأن كنوع من التعزز نقوم أذلاء مطرودين مشردين يخشون على أنفسهم الدوائر وليس معهم من سلاح يدافعون به عن أنفسهم إلا العلم بالكتاب الأول، ولم يكن العرب في معظمهم يعرفون عنه، فاستثمروا هذا السلاح وصاروا يكررون على الناس البشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من التعزز والتهديد بأنهم من اعتدى عليهم اليوم فسيأتي اليوم الذي يكونون فيه أعزاء ومنصورين إلى غير ذلك. وفي
يعني نشوة هذا التعزز زعموا أن ذلك النبي سوف يكون من اليهود، ثم صدقوا أنفسهم، أو على الأقل أغناهم الله بمال وتجارة ومارسوا دورهم القديم في التحالف بين القبيلة وخصمها ولكي يبيعوا السلاح للطرفين في المدينة وفي غير المدينة. فطال عليهم الأمد ووجدوا أنهم وكأنهم إما أن يأتيهم النبي الخاتم على ما كذبوه هم واخترعوه هم بأن يأتيهم من اليهود، وإما أنهم لم يعودوا بحاجة إلى أن يؤمنوا به. وكان اليهود على الأقل يهود المدينة أو يهود جزيرة العرب في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني كانوا وهذا يدل على أنهم كان أهل العلم منهم على يقين من أنه عربي، وأن كذبة أنه من اليهود هذه كذبة هم اخترعوها، وكانوا حتى ذلك الوقت يعرفون أنهم هم الذين اخترعوه. لعل هذا الأمر يكون أمثل، يعني إن حال هؤلاء كان أمثل من حال يهود أوروبا. ولذلك تجد في قصص السيرة وفيما رواه من أسلم من أهل الكتاب ككعب الأحبار ووهب بن منبة يروون عن التوراة والإنجيل أمور لا نجدها في التوراة والإنجيل الموجودة الآن، لأن في النهاية حصلت سيطرة للتراث الغربي فانتشرت النسخ اللي كانت موجودة في أوروبا ومعظمها مترجم عن اليونانية إلى الإنجليزية ثم إلى سائر اللغات الحية الموجودة، وهذه كانت يد التحريف فيها أعلى وكم التحريف فيها أعلى مما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل ان ده كان الطبيعة، وكما هو الحال انه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر لم يعتني اليهود كثيرا بامره لما كان في مكة، هو كانوا ينتظرون اما ان يكون كاذبا فينقضي امره، واما ان يكون صادقا فسيأتيهم في مهاجره، لأن عندهم من صفاته أنه يهاجر إلى بلدة لعلها كانت يعني بلدة ذات نخيل ونحو ذلك، والأوصاف دي كانت تنطبق على المدينة وعلى خيبر، وبالتالي هم كانوا ينتظرون إن هو إذا كان هو النبي الصادق فسوف يهاجر إما إلى هذه وإما إلى تلك. ولذلك في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وكيف انه هو كان يعني ابنا لاحد كبراء الفرس او لكبير المجوس في قريته وراغب في النصرانية وتنقل، الحاصل انه في النهاية انتهى به المقام في بلاد الروم واراد ان يذهب الى حيث مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى ماله لقبيلة من قبائل العرب على أن يحملوه إلى جزيرة العرب على أساس أنه يقترب من البلد التي وصفت له أنها سوف تكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فباعوه لرجل يهودي في خيبر، فظن أنها هي مهاجر النبي الذي ينتظر، وهذا مما سلاه عن يعني أنه قد غدر به وبيع، ثم باعه ذلك اليهودي لابن عم له في يثرب التي صارت فيما بعد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هي، وفي أول الأمر ظن أنها خيبر، فسبحان الله قيد الله له أنه ينقل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اليهود موجودين ينتظرون فلم ينشغلوا كثيرا
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، بيد أنهم لم يفتهم يعني أن ينالوا من الشر جانبا حينما جاءهم المشركون لكي يسألوهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأعانهم عليه ببعض الأسئلة التعجيزية التي لا تعلم إلا من قبل الوحي، وأعانهم عليه بتقوية شوكتهم عليه، وهذا نوع من أنواع استحباب الحياة الدنيا المعروف عند اليهود، بمعنى أن قريش آنذاك يعني لها مكانة ولها تجارة وغير ذلك، وأرادوا أن يتخذوا يد عند قريش، لكن لم يكن لهم الدور الكبير في هذا المجال، إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ الأمر في أول الأمر بالوثيقة التي كانت أشبه بعهد أو حلف مع اليهود. طبعا الآن كثير من المنهزمين فكريا بيروجوا للوثيقة دي على أنها أول دولة مدنية عرفها التاريخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة مدنية في المدينة بين المسلمين وبين اليهود، ودولة لم تعتبر الدين فارق، وهؤلاء لا ندري يتكلمون عن أي وثيقة، يقولون الوثيقة ويسكتون، لأن الوثيقة لم يكن فيها شيء من ذلك. نعم كان فيها عهد وحلف دائم ثم نسخ. أولا هم غضبوا قبل أن ينزل النسخ ويستبدل هذا بأن العهد الدائم لا يكون إلا على صورة الجزية، في أول الأمر لم يكن هذا مشروع، فهذا العهد الدائم هم الذين غضروا ولم يوفوا به، وفي ذات الوقت نسخ فيما بعد. ده الشيء الوحيد، إن هو كان في عهد دائم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبائل اليهود في المدينة، إلا أنه لم يكن فيه إنها يعني كما يقولون دولة مدنية لا تفرق على أساس الدين، بل كل بنودها تتكلم عن أن المسلمين أمة واحدة واليهود كلهم أمة واحدة، وأن هذا عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم أو اليهود، كل قبيلة لها حكمها، يعني هو إذا ما اعتبر المسلمين كلهم، لأن يعني هذا هو الواجب، يعني فريق واحد، وكل قبيلة من قبائل اليهود دخلت في الحلف باسمها، وبالتالي كل ما غدرت واحدة منهم كان المواجهة معاهم لوحدهم، لأن من الأول الحلف لم يعتبر وجود يعني أمة متماسكة غير أمة الإسلام، كان الحلف أو الوثيقة، ثم بعد ذلك حصل الغدر المتتالي. يبدو اليهود عندما كتبوا هذه الوثيقة أرادوا أيضا أن هم يعطوا لأنفسهم الفرصة، بمعنى أنه إذا جاءت قريش ما زال حسب الموازين المادية كانت قريش تستطيع أن تظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا؟ أنهم كانوا قلة بالنسبة لقريش، والأنصار أصحاب زروع لم يكونوا من أهل الخبرة بالحروب ولا المشهورين بها، أما قريش فأصحاب تجارة، التجارة تحتاج إلى حماية، التجارة تساوي الحرب، يعني في بالنسبة لجزيرة العرب قديما بلد قوامها التجارة، إذن لابد أن يكونوا محاربين، لأنهم يخرجون في رحلة التجارة وكأنهم خارجين إلى الحرب، وهذا هو سر نجاح تجارتهم، يخرجون بالسلاح والعتاد ويحمون التجارة، وبالتالي صارت مكة هي أكبر مركز للتبادل التجاري بين سلع الشام وسلع اليمن، لأن فيها الحرم فهي آمنة، ولأن أهلها يجيدون الحرب فيخرجون يأتون بهذه السلع ويعودون بها إلى مكة ويذهبون إلى السلع
إلى الشام ويحضرون السلع ويعودون بها إلى مكة. الحاصل أن وفق الموازين العسكرية كانت لو أرادت قريش أن تأتي إلى المدينة فتغزوها وتقتل من المهاجرين وتفعل ما تشاء في الأنصار حسب الموازين المادية، هذا واقع. وهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الحلف معهم تقويا بهم، كانوا يضمرون أنه لو جاءت قريش خلوا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن في الحالة دي سيكونون قد كفوا مؤنته. إلى أن حدثت واقعة بدر، وكانت يعني قدرها الله تبارك وتعالى على خلاف ما يعني أراد المسلمون، إنما خرج المسلمون يعترضون عير يعني لها حراسة قليلة ولكي يظفروا منها ببعض الأموال عوضا عن أموالهم التي تركوها بمكة. ثم فأراد الله عز وجل النفير، وأراد أن يجمع بينهم وبين عدوهم، وأن يأتي المشركون في كامل عددهم وعدتهم، ونصر الله عز وجل المسلمين في واقعة بدر. فبدأ اليهود يشعرون بأن التكتيك الذي اتبعوه غير مناسب، فبدأ أول قبيلة منهم غرتها يعني نفسها وغرتها قوتها بنو قينقاع الذين كانوا من أول قبائل اليهود غدرا، وكان يعني سبب غدرهم ما تغيظهم على أن غزوة بدر أثبتت لهم أن قدم المسلمين ثابتة في المدينة، فإما أن يلتزموا بالعهد الذي جعل السلطة العليا في المدينة للمسلمين وجعلهم داخلين في حلف المسلمين، وإما أن ينقضوا. وقد كان فكانوا تحرشوا بامرأة مسلمة جاءت تشتري من السوق، فهب رجل مسلم يدافع عنها فقتلوه، فقامت ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلاه. يبقى إذن تاريخ في الواقع في النهاية كان التكتيك اليهود خلاصة الصراع الإسلامي اليهودي، إن المرحلة الأولى منه كان اليهود ينتظرون أن يكفوا مؤنة النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهم، فلما جمعته وإياهم بلدة واحدة ووجدوا أنه تمكن منها، لا سيما بعد واقعة بدر، وصار أنه هو لا يوجد أمل أن يستأصل المشركون شافة المسلمين من المدينة أو يأتون إليها فيطردون منها النبي صلى الله عليه وسلم، غدر بنو قينقاع. ثم بعد غزوة أحد وبعد يعني ما وجدوا أنه للمرة الثانية مع أن غزوة أحد انتهت بما يمكن أن يسمى هزيمة للمسلمين، إلا أنهم وجدوا أن المشركين مع أنهم جاءوا إلى المدينة وجاءوا هذه المرة في استعداد تام، وهم الذين اختاروا التوقيت الزمان واختاروا المكان، أنهم اكتفوا فقط بأن ينسحبوا من المعركة. غزوة أحد المشركون هم الذين انسحبوا من المعركة، أرادوا أن ينسحبوا في لحظة كان لهم سيطرة ميدانية لكي يقولوا أننا انتصرنا. وده طبعا كما يعني أشرنا أن هذا يعني من فضل الله تبارك وتعالى، رعب ألقاه في قلوب المشركين، هم منتصرين وجيش المسلمين مشتت وغير ملتئم والمدينة مفتحة الأبواب إلى غير ذلك، مع ذلك فروا. ثم كانت غزوة حمراء الأسد، إن هم المشركين ندموا على أنهم انسحبوا في هذا التوقيت، وكان يمكن أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن يفعلوا أن يفعلوا، فهموا بالرجوع، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتراجعهم بعد 3 أيام إقامة في حمراء الأسد. خرج المسلمون في اليوم التالي لغزوة أحد وأقاموا 3 أيام ينتظرون رجوع المشركين ثم رجعوا. إذن في النهاية
من الناحية المعنوية يعني تثبيت أقدام المسلمين في المدينة أكثر فأكثر. فغدر بنو النضير وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجله. ثم كان الغدر الأكبر في من بني قريظة، مع أن اللي تولى كبر هذا الغدر هم بنو النضير. بنو النضير لما أجلوا ذهب بعضهم إلى ديار بني قريظة وبعضهم ذهب إلى خيبر، وتولوا من هذا من هاتين النقطتين. أنا قلنا أن ديار اليهود في المدينة كانوا ثلاث قبائل يهودية، بنو قنقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وأما خيبر فهذه بلدة أخرى غير المدينة، وكانت مركز يهودي كبير. فلما انتهى الأمر أن بنو النضير فروا إلى أو أجلوا، منهم من ذهب إلى بنو قريظة ومنهم من ذهب إلى خيبر، وما زالوا كانت نفس القضية أن اليهود عايزين غيرهم يستأصل لهم المسلمين. احنا بنقول ان الواقع الحالي ان اليهود بيقتلوا نيابة عن اوروبا، ده عكس مسار التاريخ تماما. يعني وبالتالي هم يعني عوامل انهيار الدولة اليهودية عوامل كبيرة جدا، من اكبرها ان الحاصل الان خلاف ثقافة اليهود، خلاف طبيعة اليهود. اليهود دايما يحبوا من يحارب نيابة عنهم ولا يحاربون نيابة عن احد. أما في غزوة الأحزاب ألموا الأحزاب، وطب إيه دورهم هم؟ قالوا أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف، سوف يغدرون ويكشفون يعني الجهة الخلفية من المدينة، كأنهم هم أهل حرب ودارسين. لو جاء قوات بهذا العدد فلا بد ان المسلمين سوف يؤمنون الجبهة المفتوحة للعدو، ويضطرون الى ان يعولوا على جانب الحلف اللي مع اليهود من جانب ديار اليهود، لان المدينة كانت بلدة بين حرتين، يبقى الجهة الشرقية والغربية محصنتين تحصين طبيعي، فاضل الجهة الشمالية والجهة الجنوبية. الجهة الجنوبية كان فيها ديار اليهود، الجهة الشمالية هي اللي شهدت كل المعارك اللي بين المشركين وبين المسلمين، لأن مشركي قريش كانوا بيرغبوا في مواجهة المسلمين فيأتون من الجهة التي ليس فيها ديار اليهود. فكان هنا الاتفاق أن يغدر اليهود ويأتى المدينة من الجهتين. فالحاصل في النهاية اليهود لم يكونوا يرغبون للقتال، ولم يحصل قتال حقيقي بين المسلمين وبين اليهود في كل المواقع اللي احنا بنحكيها دي، حصار واجلاء، حصار واستسلام واجلاء، ما فيش ايه، لم يحصل قتال. الحصار بينتج عن ايه؟ عن غدر، تحرش بامرأة مسلمة، محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، مغادرة، تأليب عدو المسلمين عليهم. إذن اليهود دائما اكتفوا بالعمل في بلا هذه الأساليب اللي بيحسنوها عبر التاريخ، لكن لم يحصل مواجهة حقيقية بين المسلمين وبين اليهود. دائما المواجهات بتنتهي بأن يستسلموا. حتى في بنو قريظة اكتفوا بتأليب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فأذهب الله الأحزاب وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى بني قريظة، ونفس السيناريو تكرر بأن اليهود تحصنوا في الحصون وحاصرهم المسلمون إلى أن استسلموا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، أو سعد، أو اختاروا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية. وكل ده، وخيبر كانت تمثل قاعدة مؤامرات غير ملتزمة مع المسلمين بعهد،
وغير مظهرة للعداء، مع أنها كانت فيها التحركات التي انطلقت منها غزوة الأحزاب وجاءت منها هذه الجموع وغير ذلك. ولكن كان الخيار من النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يفتح جبهات جديدة في ظل وجود الجبهة مع قريش. وحتى في غزوة الأحزاب لما وجد ان اليهود نجحوا في اقناع غطفان انهم ييجوا مع قريش، حاول النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد غطفان، لانه عارف ان غطفان ملهاش مصلحة كبيرة في المعركة، هي جاية عشان تاخد جزء من الكعكة باللغة المعاصرة، دايما هي نفسها. فأراد أن يعطيها لهم سلمة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحهم على أن يعطيهم ثلث ثمر المدينة، إلا أن سعد بن معاذ، سعد بن عبادة رضي الله عنهما، رفض ذلك. بمعنى سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا وحي أو شرع لا ليس لهما أن يتقدم عنه أو يتأخر. فلما أخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رآه صلى الله عليه وسلم فقط لكي يخفف الضغط عن المسلمين، فرفضوا ذلك وقضى الله عز وجل بينه وبين عدوه. فإلى أن حصل صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فكان أول عدو بعد ما يعني أمنت جبهة مشركي قريش هم يهود خيبر، لأن ده من واقع من استقراء الأحداث. المشركي قريش كانوا يمثلوا يعني الذراع العسكري الواضح السافر، بينما اليهود هم اللي بيكيدوا المكر والمؤامرات وغير ذلك. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلاه. هنا الموقف في يهود خيبر مختلف، بمعنى أن الحالة قبل أن يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك عهد صريح ولم يكن هناك عهد بينه وبينهم، وإنما فقط كان يسكت كل منهما عن الآخر، مع أنهم في واقع الأمر لم يكونوا ساكتين، ما في واقع الأمر كانوا مؤلبين ومحرضين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجلي يهود خيبر خارج الجزيرة العربية، وبقيت خيبر هي الأكثر ذكرا في التاريخ، لأن بها كانت خيبر كما ذكرنا كانت قاعدة بيأوي إليها كل من أجلي عن المدينة، كان إجلاؤهم عن المدينة بسبب غدرهم وخيانتهم وعدم وفائهم بالعقود بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت خيبر في النهاية هي المعقل الذي بقي لهم في جزيرة العرب، فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم منه وشردهم. هذا الذي حصل كما ذكرنا، إنه في كل مرة كان اليهود هم الذين يغدرون بالنسبة للقبائل التي كانت في المدينة. وحتى يهود خيبر مع أنه لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف، إلا أنهم كانوا يحرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل ألا يقاتل اليهود لأنهم أهل كتاب ويرجى إسلامهم أكثر من غيره، لكن واقع الأمر إن الحقد كان أعمى قلوبهم، فكان الكفر فيهم أكثر. ده خلاصة هذا الصراع. ويعني اليهود مع أنهم يجيدون البكاء والتباكي، لكن ما بيلاقوش حاجة كتير يبكوا عليها في هذا التاريخ، إلا أن هم يتذكروا خيبر وكيف طردوا من جزيرة العرب، لأن يعني بكل المعايير هم كانوا في موقف المدان تماما، حتى بغض النظر على أنهم كفار وأن شرع الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت السيف بين يدي الساعة، لكن هم حتى بكل المعايير الأخرى كانوا هم البادئين بالغدر وبالخيانة
ودايما هم يفضلوا يذكروا القتل والتشريد اللي تم لهم على ايد غير المسلمين مع انهم ينتقمون من المسلمين. يعني يذكروا التاريخ القديم ذكرناه من السبي البابلي وغيره، ويذكروا ما حصل لهم في اوروبا لا سيما على يد هتلر، ولا يتوقفون كثيرا عند تاريخهم مع المسلمين في جزيرة العرب، لأن هذا التاريخ في الواقع يعني كان الغدر والخيانة منهم واضحة جدا في كل موقف من المواقف. بل إن هم بعد ما خرجوا من جزيرة العرب سواء دول أو اللي كان موجودين منهم في أوروبا، وبدأت أوروبا في يقتلون اليهود هتلر وغيره، وبدأوا يطلبوا من السلطان العثماني أن يأويهم، آواهم في فلسطين. يعني أصلا بداية التجمع اليهودي في فلسطين بدأ على شكل هجرات فردية ولكنها متكررة وكثيرة بإذن من السلطان العثماني، إنه بيأذن لهم إنهم يفروا من الإبادة في أوروبا ويقيموا في يعني سلطانه، إلى أن انتبه إلى أنهم كلهم بيتجمعوا في بلاد فلسطين. ولكن هذا الأمر كان متأخر ليقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. ده خلاصة الصراع الإسلامي اليهودي إلى ما قبل الصراع الجديد اللي احنا اللي دايما في تركيز عليه. ما حبينا نقول الخلفيات التاريخية كلها. بعد كده بيبتدي بقى 60 عام الأخيرة اللي كان فيها الصراع. احنا برضو مصر على انه ما كانش صراع اسلامي يهودي بحت، بل هو في الاصل صراع اسلامي غربي استخدم الغرب فيه اليهود كدرع بشري ليحمي مصالحه كما سياتي ان شاء الله تبارك. لكن قبل ذلك نريد ان نذكر على وجه الاختصار ملخص تاريخ الصراع الاسلامي النصراني الغربي، وده كنا قلناه بشيء من التفصيل لما كنا بنتكلم في رسالة الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر رحمه الله. ونذكركم بسرعة كده، كان الأستاذ محمود شاكر بيتكلم على رسالتي حول أبي تمام وكيف أن النقد الأدبي لا يستطيع أن ينقد الأدب إلا بتذوق، والتذوق لا يأتي إلا بأن يكون ابن الثقافة التي يتكلم عليه، وترك المجال ده جانبا يعني يذكر أن أقل ما يقال في أن آراء المستشرقين آراء لا ينبغي أن تكون جديرة بالاحترام، هو أنهم ليسوا من أبناء هذه الثقافة التي زعموا أنهم جاءوا لكي ينقضوها ويميزوا صحيحها من سقيمها أو نحو ذلك. وأيضا انتقل من هذه الجزئية إلى تاريخ الصراع الإسلامي الغربي، لأنه كان يرى أن مرحلة الاستشراق هي المرحلة الأبرز في تاريخ هذا الصراع، أو كان يرى أن مرحلة الاستشراق هي نقطة التحول في هذا الصراع، أنه يبقى لصالح الغرب بدل ما هو كان عبر التاريخ لصالح المسلمين. في الواقع كانت هي رسالة شيقة جدا قد يعيبها كثرة الاطناب والتكرار. كنا لخصناها قبل كده في 3 مرات تقريبا او نحو ذلك، هنقول الان ملخصها بخلاصة تماما بقى عشان يعني بحيث تكون المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى المرة الاخيرة لنا في هذه السلسلة اللي هنقول فيها موجز 60 عام الأخيرة من الصراع، اللي هي تكاد تكون مشهورة إلى حد كبير. لكن نتذكر كده الكلام اللي كنا قلناه وإحنا بنتدارس رسالة الطريق إلى ثقافتنا،
وكان الأستاذ محمود شاكر رحمه الله قد قسم التاريخ الصراع بين الإسلام وأوروبا إلى 4 مراحل. تكلم في المرحلة الأولى، أو المرحلة الأولى هي مرحلة الفتوح الإسلامية الأولى، ودي مرحلة يعني إلى الآن هي المرحلة الملهمة للمسلمين، مرحلة القرون المفضلة، أو بل هي الانتصار على الإمبراطورية الرومانية تم في عهد الصحابة رضي الله عنه، يعني تم في فترة وجيزة جدا في يعني خلال 70 عام من الهجرة النبوية، كان تم القضاء تماما على الإمبراطورية الرومانية، أو تم القضاء عليها كإمبراطورية وإعادتها مرة ثانية إلى أوروبا. إن كان كما ذكرنا العالم القديم في زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان في إمبراطوريتين كبيرتين، الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية. بلاد فارس اللي احنا بنقول عليها دلوقتي بلاد إيران، وربما يكون يعني مضاف إليها جزء من بلاد أفغانستان وغيرها، دي قلب بلاد فارس، لكن صارت إمبراطورية لما ضمت إليها أجزاء وتوسعت شرقا وشمالا وغربا، فضمت إليها العراق وأجزاء من الشام. الشام كانت هي أرض الملاحم، لو تشوف الخريطة كده هتلاقي في جزء كده اللي هم بيقولوا عليه دلوقتي عايزين يخلوه الهلال الشيعي، ان بلاد الدجلة والفرات بيبقوا جايين من الشمال ومتجهين باتجاه الجنوب الشرقي، فالحضارة حوالين هذين النهرين، وفي الناحية التانية في البحر المتوسط، فالمسافة بين العراق وبين الشام في من الأعلى كده مسافة قريبة جدا. الجزء ده الآن يعني إيران عايزة تخليه الهلال الشيعي، طبعا مع أن الهلال الشيعي بلا شك يعني أهون بكثير من الهلال الأمريكي يعني، ولكن احنا نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يكون لا هذا ولا ذاك، وأن يعني تنعم هذه البلاد بأن يوجد فيها يعني منهج أهل السنة في الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. كما المنطقة دي يعني دايما دي كانت مناطق الصراع بين الفرس والروم، الفرس توسعوا وصاروا إمبراطورية، والروم أيضا توسعوا وصاروا إمبراطورية. الفرس التوسع الرئيسي لهم كان بضم بلاد العراق وجزء من أطراف بلاد الشام المتخمة لبلاد العراق، اللي هي تعتبر الآن مثلا أجزاء من تركيا يعني أو نحو ذلك. الروم كان توسعهم الرئيسي بضم بلاد الشام وبلاد مصر وبعض أبناء بلاد الشمال الإفريقي، ودي كانت بالنسبة للروم هي يعني سلة الغذاء. طبعا كان لسه أمر الطاقة مالوش القيمة الكبيرة اللي بقت لها في العصر الحديث، وسبحان الله صارت الجزيرة العربية هي يعني منبع الطاقة اللي بيعتمد عليه الغرب أيضا. فكأن المنطقة دي يعني على مدار التاريخ لا وجود للروم كأمة قوية إلا بالسيطرة عليه، معنى أنهم لو انحبسوا جوه أوروبا، أوروبا قارة صغيرة جدا شديدة البرودة، الزروع فيها غير مناسبة، معظم الزروع قليلة الموارد من كل شيء. فكان الروم مسيطرين على هذه البلاد، وبدأ الإسلام بعد يعني حوالي 10 سنوات في المرحلة المكية و10 سنوات في المرحلة المدنية تقريبا، انتهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأن أظهر الله عز وجل الدين، وظهر في جزيرة العرب كمهد ولانطلاق انطلاقه إلى يعني غزو العالم ككل، وقام الصحابة بنشر الإسلام ومجاهدة الإمبراطوريتين في وقت واحد. أمر إلى الآن التاريخ يقف أمامه عاجزا عن التفسير، كيف خرج هؤلاء وكيف قاتلوا الفرس والروم في آن واحد، وكيف أسقطوهم يعني
في هذه الفترة الزمنية القياسية، لعلنا ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الغرب إلى الآن ليس لديهم تفسير لهذه الفتوح، إلا أن الشيطان حمل المسلمين وهو الذي فتح لهم البلاد، ولا ندري يعني أين كان في بقية مراحل الصراع إذا كان الأمر كذلك. لكن وأوروبا على خلاف ما تتوهم، قد تظن أنهم في قمة العلم والعقلانية كما يزعمون، لكن يتمسكون في أحيان كثيرة بأوهام، كما يوجد الآن عندهم التمائم والحظاظات وغيرها، فدائما هم شخصية مفعمة بالخرافة، مع أنها في الجانب الآخر شخصية منتجة وعملية، وهي في عموما هذا من التناقضات التي تجمعها الشخصية الأوروبية عبر التاريخ. أيضا أسقط المسلمون الإمبراطورية الفارسية وسقطت العاصمة المدائن، فإذا لم تقم الإمبراطورية الفارسية إلى يومنا هذا. لعلنا أيضا في مناسبات أخرى ذكرنا السبب الذي هذا هو السبب الرئيسي الذي تحول الفرس بسبب إلى حركات باطنية هدامة تسطرت بستار التشيع، لأن الإمبراطورية الفارسية سقطت كإمبراطورية، سقطت في عقر دارها، فتوجهت إلى الحرب الباطنية اللي هي مستمرة عبر السنين حتى يومنا هذا. ولا نزعم أن كل من انتسب إلى الشيعة فهو منافق في الباطن، ولكن التاريخ والتسلسل التاريخي والكتب اللي موجودة في أيدي الشيعة إلى يومنا هذا، إلا أن عوامهم لا يطلعون عليها في الغالب، تثبت أن التشيع مذهب فارسي، وليس فقط أنه مذهب فارسي، يعني أسسه ناس فرس، أسسه الفرس للانتقام من العرب. ومن هم العرب آنذاك؟ يعني أن الكلام أن العرب أسقطوا إمبراطورية الفرس، لم يكن العرب هؤلاء يأتون ليسقطوا إمبراطورية الفرس تحت مسمى العرب، وإنما جاءوا تحت راية الإسلام. يعني القضية دي إمبراطورية سقطت، وسقطت في عقر دارها إمبراطورية الفرس، فاتجهت إلى الحركات الباطنية. أما إمبراطورية الروم فانكمشت داخل حدود، وقضى الله تبارك وتعالى أن تبقى الروم أمة متماسكة إلى ملاحم آخر الزمان. يعني الروم ستظل أمة فاعلة موجودة على مسرح الأحداث إلى أن يوجد الصراع النهائي بين المسلمين والروم في ملاحم آخر الزمان. قضى الله تبارك وتعالى أن تكون أوروبا ممتنعة بأسوار القسطنطينية، إذا المسلمين طردوهم من مصر وطردوهم من الشام وحاولوا يتعقبوهم داخل أوروبا، لكن وقفت أسوار القسطنطينية. ممكن تشبه الأسوار القسطنطينية، عايز تشبيه يعني معاصر، بخط بليف كده، يعني كان حاجز مائي وراه حاجز آخر مادي كبير جدا، فهذا يعوق أي قوة أنها تتقدم. في الواقع هو في الأسوار القسطنطينية نتيجة المضيق اللي بين البحر المتوسط والبحر الأسود، وهذا كان حاجز مائي، ويعني على جانبه الآخر كانت الأسوار المنيعة جدا للقسطنطينية، التي يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزوها لأنه مغفور له، وبشر بفتحها، فتعاقب المسلمون على غزوها دونما أن يتمكنوا من فتحها، إلى أن فتحها محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى. وكان هذا كله لأنهم كانوا يعني مدفوعين بهذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لعل من أول جيش غزا القسطنطينية كان بقيادة يزيد بن معاوية، وهو وإن كان يعني له عليه بعض المؤاخذات، إلا أن الأمر ليس كما يصوره الشيعة أو المتأثرين بهم، بل له فضائل كثير، مع أنه له عليه مؤاخذات
ولم يسير في الناس سيرة الخلفاء الراشدين ويتحمل قدر من المسؤولية عن قتل الحسين رضي الله عنه، وإن كان هو لم يأمر بقتله ولا رضي بقتله، وإنما يتحمل المسؤولية لأنه لم يحسن التعامل مع ثورة الحسين رضي الله عنه، ولم يرسل له تقيا، لم يرسل له قائد جيش تقي يراعي حرمة نسبه وحرمة قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال يعني حصل أن يزيد بن معاوية رحمه الله كان من فضائله أنه قاد أول محاولة لغزو القسطنطينية، ثم تلت محاولات كثيرة لفتحها. هذه المرحلة اللي انتهت بخروج الروم في أسرع هزيمة ممكنة في من الشام ومصر، وكأنها أورثت الروم جبنا عن مواجهة المسلمين، جبن غير عادي يعني، استمر يعني فترات طويلة جدا، وهم على رعبهم الأول مما واجهوه من المسلمين الأوائل، إلى أن كادت أوروبا أن تنفجر داخليا. طبعا بعض المؤرخين يحلو له إن هو يصور الحروب الصليبية على أنها حروب اقتصادية بحت، بمعنى أن الروم طمعوا في ثروات الشرق كما يقولون. في الواقع احنا نقول أوروبا يصعب جدا أنك تفصل مطامعهم الدنيوية عن اللافتات الدينية التي يرفعونها، لأن هم أصلا لم يكونوا في يوم من الأيام مخلصين لدينهم، هم ما دخلوش في النصرانية إلا كنوع من إطفاء استكمال مظاهر الإمبراطورية أن يكون لها دين، هم لم يكونوا في يوم من الأيام يعني مخلصين لدينهم، ولكن كانوا دائما يوظفونه لا سيما في حرب الإسلام. وبالتالي الحروب الصليبية إن شئت أن تقول إن لها دوافع اقتصادية، بلا شك كان دوافع اقتصادية رئيسية، لكن هو كفر الروم ابتداء. ما أنت التشابك بين الدوافع الاقتصادية والسياسية والدوافع الدينية، إن الروم ابتداء رفضوا الإسلام لأنهم لا يريدون أن يتنازلوا عن عرشهم كأمة مسيطرة على العالم ناهبة للثروات. فإذا القضية متداخلة إلى حد كبير جدا. فعلا من أحد الأمور التي حركت الحروب الصليبية أن أوروبا كانت وصلت لمرحلة انفجار لا يمكن معها أن تعيش إلا بأن تعود مرة ثانية إلى سلة الغذاء في الشام ومصر. ده جزء من القضية. كون أن طبعا إلى الآن مش عارفين يغيروا اسمها الحروب الصليبية، لأن اترفعت راية الصليب وقيل للناس اذهبوا تحت اسم الصليب وقاتلوا أعداء الصليب إلى غير ذلك من الأمور. قضية تسييس الدين في أوروبا، هم أصلا الدين لم يأخذوا إلا كنوع من السياسة، هم بيتهمون نحن إن احنا يقول لك المسلمين دخلوا الدين في السياسة. لا، هو احنا لا يكاد يوجد على ظهر الأرض أحد يفصل الدين عن السياسة إلا أن لا يكون له دين أصل، لكن كله عنده درجة من درجات المذهب. القضية مين يحكم مين؟ المسلمون عندهم أن الإسلام يحكم كل حياتهم بما فيها السياسة. ما نقدرش نقول لا سياسة في الدين، ما نقدرش نقول لا فيما يتعلق بأمر السياسة ما تقولش حلال وحرام، لا، ده فيما يتعلق بأمر السياسة. هي السياسة إيه؟ سياسة داخلية وسياسة خارجية، سلم وحرب. ما الأبواب الجهاد اللي في القرآن والسنة، آيات وأحاديث الجهاد، وأبواب الجهاد اللي في كتب الفقه والمعاهدات وغيرها. إذن الأمور الداخلية من اقتصاد لاجتماع لعقوبات لنظام تقاضي، كل هذا موجود في شرع الله تبارك وتعالى. إذن فالمسلمون أو دين الإسلام يقتضي أن تحكم الإسلام في جميع الشؤون، سواء التي يسمونها سياسة أو التي لا يسمونها. أما أوروبا فهي أمة وجدت فسيطرت، ما كان بداية سيطرتها على اليونان جيرانهم وسرقوا منهم حضارتهم ثم توسعوا فأخذوا الشام ومصر ونحو ذلك، أمة قائمة على أنها تشبع شهواتها وتسيطر على غيرها
وفي فترة من الفترات وجدت أن هذا الدين مناسب لتتميم هذه الأغراض. وبالتالي هم لما بيجوا تاني، لما جيهم تاني تحت مسمى الحروب الصليبية، هي حروب دينية ولكن دين القوم دائما ألعوب، وإلا ما هو عنده لما يبقى مش عايز يحارب يقول من ضربك على خدك الأيمن فأضرب له خدك الأيسر. هذا كلام ينسبونه إلى عيسى عليه السلام في الإنجيل، لما يبقوا مستضعفين يقولوا كده، لما يبقى عايز ينهب الأمم ويقول عندهم بقى في التوراة المحرفة، عنده دي وعنده دي. قلنا هم دايما عندهم ما يسمونه بالكتاب المقدس مليء بالتناقض إلى درجة عجيبة جدا، والناس عوامهم لا يقرؤون ولا يسألون، وأحبارهم ورهبانهم يخرجون ما يحتاجون. فلما يبقى المرحلة مرحلة استضعاف، أو لما كان هناك تحالف بين الكنيسة وبين الإقطاع في أوروبا كان يقول له دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، ولما كان الإقطاعيين بيعذبوا الناس في أوروبا، وبعد كده الثورة الصناعية وأصحاب رؤوس الأموال بيستغلون العمالة إلى غير ذلك، يعني بيقول له من ضربك على خدك الأيمن فأذن له خدك الأيسر. أما يجوا يحاربوا المسلمين ويجيب له بقى من التوراة قتلوهم ولا تدعوا رجلا ولا امرأة ولا طفلا ولا شجرة إلى، وده موجود إلى الآن في نفس في فيما يؤمن به هؤلاء أن كله من عند الله، مع هذا التناقض العجيب الذي فيه. فجاء هؤلاء في الحروب الصليبية في محاولة لاستعادة مجد الرومان باختصار تحت راية الصليب، لأن كانت الروم إلى ذلك الوقت هي الأمة التي تحمل راية الصليب، وإلى يومنا هذا بالتزاوج مع العلمانية كما أشرنا إليه في مرة سابقة. جاء الروم في الحروب الصليبية، استمرت هذه الحروب قرنين من الزمن، دايما بنركز على هذه الجزئية. دي المرحلة الثانية أتكلم عن الأستاذ محمود شاكر في الملخص التاريخي اللي كنا قلناه قبل كده، برضو مرحلة الحروب الصليبية مرحلة استغرقت قرنين من الزمان. الآن احنا وهم بنقول أن المسلمون انتصروا على الروم في الحروب الصليبية، فإذا احنا دلوقتي بنتكلم في 60 عام من الصراع الحديث، أو بنتكلم على قرابة قرنين من الزمان في الصراع الإسلامي الغربي الحديث، فالقضية قريبة يعني، وبمعايير التاريخ المعركة لم تنتهي لأن هي فصول معركة واحدة. طبعا الحروب الصليبية مما مهد لها انتشار البدع، ولا سيما بدع الشيعة والصوفية، ويشوف سبحان الله يعني ايه الروم أمة تجيد السرقة دائما، يعني إلى الآن هتلاقي العقول اللي بتنتج في أبحاث الفضاء وأبحاث الكمبيوتر عقول غير أوروبية أو غير أمريكية، ومعظمها عقول إسلامية. أيضا هو الروم استثمر الحركات الباطنية الفارسية، الفرس شغالين بيعمل حركات شيعة وصوفية لمحاولة إعادة الفلسفة الشرقية القديمة تمزج بالإسلام، فيبقى كده رجع الفكر الفارسي بقى هو المسيطر على المسلمين. فالروم استثمر الحدث، إذن في بلاد المسلمين درويش لا يرون الجهاد، يكرهون أمة الإسلام. فجه ليه الشام سقطت بسرعة؟ لأن كان يسيطر عليها الشيعة والصوفية، وهم بين من لا يرى الجهاد وبين من يبيع ويساعد الكفار على أهل السنة. وكانت البداية طبعا كالعادة الضربة المفاجئة مع وجود خيانة وعمالة تساوي انهيار، واجتاح الصليبيون بلاد الشام وسقط بيت المقدس في أيديهم. هنا دراسة التاريخ أمر في غاية الأهمية. الموقع الجغرافي في مصر لمصر موقع يعني فريد من نوعه، وبالتالي تحطمت كل هذه المحاولات عند صخرة مصر.
ومش بنقول الكلام ده من باب الوطنية والفخر، وإلا فمعظم هذا الجهاد تم على أيدي أناس غير مصريين. لكن هنقول الموقع الجغرافي المؤثر جدا لمصر، وده يخلي كل الناس مهتمة بمصر. العجيب ان يبقى الحركة الإسلامية لا تعي ذلك، بمعنى الصليبين كانوا عايزين ياخدوا مصر. الاحتلال لما نجيله تاني هنقول بدأ بمصر، الحملة الفرنسية على مصر من اول الحملات الأوروبية على بلاد المسلمين. صحيح انجلترا لها تكتيك مختلف وبدأت بالهند، بس لما لقيت فرنسا سبقتها لمصر جات مصر بعد كده. الحركات التغريب وكذا كان في عناية كبيرة جدا بمصر. القضية هنا ان الموقع الجغرافي لمصر موقع في غاية الخطورة، واللي يسيطر ثقافيا على هذا المكان بيفرض ثقافته على المنطقة كلها. يعني اذا والحركة الاسلامية الحديثة كان عمادها مصر وانتشرت في كل بلاد الدنيا، حتى الافكار الشديدة الانحراف افكار التكفير والتوقف تلاقي بسرعة طلعت وراحت للبلاد التانية، خرجت من مصر وذهبت للبلاد الاخرى. هذا موقع جغرافي له اثر عسكري وثقافي لا ينبغي ان يغفل. فاذا لابد من العناية بامر الصحوة الإسلامية في مصر وأمر تربية الناس. يعني إذا كان يعني في مسؤولية عامة تجاه المسلم على من المسلم تجاه أمته، ويحاول أنه يردها إلى معرفة الكتاب والسنة والالتزام بدين الله تبارك وتعالى. فهناك لو قلنا أن يعني غير المصريين المفروض يهتموا بمصر لما يعني أبعدنا عن ذلك. لكن في امر من انعم الله عليه ان يبقى هو يعيش في بلد لها هذا الثقل، يبقى اذا لابد انه يضاعف جهده من اجل ان هذا ان تنتشر الروح الاسلامية على منهج اهل السنة والجماعة. النهاردة الشيعة بيتحركوا في السر وفي العلن وعايزين يرجعوا مصر، وصلاح الدين لم يتمكن من طرد الصليبيين غير لما طرد الشيعة من مصر. فإذا كل الناس مدركة أهمية هذا الموطن من الناحية الجغرافية اللي له تبعاته الثقافية والعسكرية وبل وغيرها. الحروب الصليبية حصل التزامن من الحروب الصليبية والحروب التتارية، الملاحم في بلاد الشام، ولكن كانت مصر هي الصخرة التي انكسر عندها الاثنين معا. تعلمون ان الابرز في تاريخ القضاء على الصليبيين هو صلاح الدين، وهو يعني ليس عربي اصلا، هو كردي. وهذا الجهاد لما تيجي تتبعه تقول انه بدايته الجهاد عماد الدين زنكي، وبعده ابن نور الدين محمود، ثم ان نور الدين محمود خلف وراءه صلاح الدين رحمه الله جميعا، وان الكلام ده كله كان صدى للحركة التجديدية للامام الغزالي رحمه الله. قد يعني يستغرب البعض ان احنا نعترف بان الامام الغزالي ذو حركة تجديدية كان من ثمارها طرد الصليبيين من بلاد الشام، لكن ده من الانصاف في العرض. نعم الامام الغزالي له اخطاء شنيعة وحركته لم تكن مكتملة، ما كانتش صافية، ولكن بلا شك هو في الوقت دوت يعني قاد حركة واعاد الاعتبار لدراسة الفقه، دراسة العقيدة وان كانت على منهج الاشاعرة، اعاد الاعتبار الى دراسة الاصول، ونشأ بعد ذلك جاء الوزير نظام الملك وأسس المدرسة النظامية، وكان نتائجها خروج هذه الحركة اللي بعد كده عماد الدين زنكي
لما ذهب إلى بلاد الشام أسس مدارس على غرار المدرسة النظامية، من إحداها تخرج صلاح الدين رحمه الله تعالى، ومن رحم هذه الأحداث ولدت شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الحركة التجديدية الأكثر نقاء في هذه السلسلة التاريخية. في فروق بين الغزالي وابن تيمية، لكن ابن تيمية استفاد من حركة الغزالي بصورة أو بأخرى، ما بدأش من الصفر، وإنما بدأ ابن تيمية يتكلم على انحرافات الأشاعرة وانحرافات الصوفية، بينما الغزالي كنت تقدر تقول أنه بدأ من الصفر في وقت حصل فيه انهيار كبير لكثير من العلوم والثقافة في بلاد المسلمين. بلا شك أن الحركة الإسلامية المعاصرة تدين حتى الحركات الغير سلفية تدين بالولاء والجميل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو جدير بكل ذلك. وما زلنا نكرر أن الحركة الإسلامية المعاصرة تعتبر صدى من أصداء حركة شيخ الإسلام ابن تيمية. حركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تعتبر صدى من أصداء حركة شيخ الإسلام ابن تيمية. حركة شيخ الإسلام ابن تيمية حركة جديرة بالدراسة العميقة في جميع جوانبها، لكن احنا بنثبت ان الحركة دي استفادت من حركة الغزالي ومن مبدأ الرجوع والى الكتاب والسنة، وان كان المبدأ ده عند التطبيق انحرف انحرافات كتير، ودي طبيعة المرحلة وطبيعة مراحل التجديد والإحياء. انتهت الحروب الصليبية والحروب التتارية تقريبا في وقت واحد، مخلفة لنا رموز كبيرة جدا. الحركة العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي تركت تراث عظيم، عمل إحياء للسنة ودعوة لتجديد الفقه وترك التقليد اللي كان الناس تعودت عليه قبل زمانه، وعادة الأمة مرة تانية إلى نوع من الازدهار. دي تعتبر المرحلة التانية اللي رجع معاها الغرب في قمة هلعه. يعني دلوقتي مواجهتين انتهوا بهزيمة ساحقة، رغم ان هو مواجهة الحروب الصليبية كانت مغرية في اول الامر لهم، وحصل انتصار يعني ربما طال امده، ثم رجعوا خائبين مدحورين. فكان في قمة الجمل والخوف، لكنهم فوجئوا بان كان احد الاثار الجانبية للحروب الصليبية والحروب التتارية ان قبيلة من الاتراك، من التتر، الاتراك هم التتار، قبيلة منهم اسلمت فخشيت من بطش سائر التتار ففروا الى ان استقروا في بلاد الاناضول، واللي كانت في الوقت ده تعتبر منطقة خالية، بمعنى ما كانتش بؤرة صراع، فما كانش حد مركز عليه. فلما وجدوا هناك تكاثروا وتوالدوا وقرروا ان يغزوا اوروبا، ومن هنا نشأت الدولة العثمانية التي اخذت بلاد الاناضول وجزء كبير من شرق اوروبا الى ان انتهى الامر بفتح القسطنطينية. هنالك أدرك الروم أنهم مهددون بالفناء، لا سيما وإن كان سبق هذا فتح الأندلس، وكان جزء كبير من أوروبا الغربية جزء من بلاد المسلمين هو بلاد الأندلس. كان من هنا أسوار القسطنطينية واقفة، ومن هناك سلاسل الجبال على حدود فرنسا هي اللي عاقت تقدم المسلمين ليستكملوا أوروبا. ثم ابتلي المسلمون في الأندلس بحب الدنيا. الأندلس بلاد جميلة جدا يعني، فافتتن المسلمون بزينتها إلى أن سيطر عليهم الأعداء وطردوهم منها. لكن إنه مع خروج المسلمين من الأندلس كانت بتمثل هاجس لأوروبا،
فيجدوا ان البوابة الشرقية بقى لو عاد المسلمون الى الاندلس مرة تانية مع وجود هذه البوابة الشرقية هيطبقوا على اوروبا. بدأ اوروبا يدركوا انهم لا يجيدون ادارة الصراع، فبدأوا يفكروا، وبدأت المرحلة الرابعة اللي هو مرحلة الاستشراق او مرحلة وجود تكتيك يختلف عن القوة العسكرية الغاشمة التي اعتمدت عليها اوروبا عبر تاريخها. وبرضو ممكن تلحظ في التاريخ الحديث ان احيانا واحد زي بوش مثلا يسترجع ذاكرة الذاكرة الاوروبية القديمة ان حضر السلاح وهجم وخلاص، بينما اوروبا كانت اتعلمت ان لابد من تكتيك ولابد من الحرب في عدة محاور ولابد من والان يعني اوباما جاي يرجع تاني للتكتيك اللي اوروبا اتعلمته منذ سقوط القسطنطينية، ان ما ينفعش الحرب تبقى قوة عسكرية فقط، لابد من وجود تكتيك، لابد من وجود ما سموه بالغزو الثقافي. فما الاول قال طب نعرف بس الناس دي كيف ينتصرون، دول مرة خرجوا من جزيرة العرب بشيء لا يسمى سيوف، قطع من حديد ملفوفة بخرق وهزمونا. طب اللي ساعتها قالوا الشيطان ساعدهم. طب المرة التانية اللي كان الغرب هو اللي واخد الضربة الاولى ونزل وسيطر وامة ممزقة من الداخل فجأة قامت وطردته. طيب واللي طردوه دول زحفوا خلفه الى ان كسروا عليه الاسوار المنيعة اللي هو دايما يتخفى وراءها كل في المواجهات السابقة. الناس دي ايه بيعملوا ايه، ايه عوامل قوتهم، نقدر نقتبس منهم عوامل قوتهم ولا لا؟ فبدأ ما يسمى بالاستشراق. وطبعا الهزيمة بتوحد الهدف، بمعنى ان ملوك اوروبا على اختلافهم جاهم في الحروب الصليبية مع بعض، ولما ينتصروا يتعاركوا على تقسيم الكعكة، ده معتاد برضو حتى في العصر الحديث. لما تهزموا بدأوا يتكلموا تاني، فكل واحد نقى الاذكياء النجباء وبعتهم ادرسوا الناس دول عندهم ايه، بشرط لا تتركوا شيئا. يعني قرآن اتعلموه، سنة اتعلموها، اخلاق اتعلموها، فلسفة هم راضين عنها او رافضينها اتعلموها، علوم دين دنيوية، علوم طب، هندسة، كيمياء، فلك، قالهم لا تتركوا شيئا. واجهوا المستشرقين بهذا النهم العالي جدا، عايزين يعرفوا الامة دي. وبدأ التكتيك ان انت لو في عامل قوة عند الخصم عايز تعرف تنقله عندك انقله. فنقلوا المنهج العلمي التجريبي. اوروبا لغاية دلوقتي كانت معتمدة على المنهج الفلسفي اللي هو اروقة الفلسفة، الناس تقعد تقفل على نفسها ويطرحوا وكل واحد يخمن، بينما معرفة السنن الكونية تريد اكتشاف، ملاحظة، تجريب. المنهج التجريبي ده بدأه المسلمون منذ اليوم الاول، لانهم عرفوا ان الوحي اغناهم عن ان يضربوا اخناس واسداس في الغيبيات، ثم امرهم ان يسيروا في الارض. فمن ذو اليوم الاول كان واضح لأمة الاسلام انهم مش محتاجين يخوضوا في تفاصيل غيبية لا يمكن ان يحيطوا بها علما، لا، موجودة في القرآن والسنة بالتفصيل. وينهى الانسان انه يسأل عما لم يخبر به، لان ده غيب، خلاص هتجيب منين؟ هتسأل سؤال مش ممكن توصل لإجابته. ده اللي كان في نهي عن الخوض اي شيء غيب لم يرد بيانه يمسك عنه. وفر هذا العقل من الارهاق في هذه الدهاليز التي لا يمكن ان يصل اليها، لان العقل ادواته الحواس
يرى ويشاهد استنتج. ولما بتكلم لما يستهلك في الأمور الغيبية اللي ما فيش حواس شافتها ولا رأيتها ولا يبقى يخبط العقل الإسلامي يوفر لإما معرفة علوم الدين وحفظها وترتيبها والاستنباط منها، وإما لمعرفة علوم الدنيا التي أدركوا أن لها طريق التجريب. كانوا سين متقدمين جدا في هذا الجانب فأخذوا العلم التجريبي. في نفس الوقت قالوا طب ناخد أخلاق المسلمين إلى يومنا هذا يتمنوا ياخدوها، بس لما يعجز يعني يتمنوا إلى الآن يبقى عندهم أسرة زي أسر المسلمين. محاولات تحريمهم للخمر عبر التاريخ لا تحصى كثرة بالقوانين، لأنه شاف دي عوامل قوة، قوة في النسل، قوة في البدن، حفاظ على الصحة نقلها مش قادر ينقلها، يبقى لا أقل من أن يفقد الخصم هذا السلاح. فإلى يومنا هذا هدم في الأسرة المسلمة. شوف بقى من التاريخ ده لغاية دلوقتي كيد والزواج وتعدد الزوجات والطلاق. طب ايه بديل عدم الطلاق؟ الفضائح اللي على الهواء مباشرة في مشاهير في أوروبا ومش عارف تشارلز وديانا كل دول، طب حصل شقاق لا يمكن معه، فده عوامل من عوامل الضعف عندهم. في المقابل ما دام مش عارف انه ياخد القوة اللي عندك، او حتى لو خدها هو كده كده هيفقدك السلاح ده وينقله عنده، ولو ما عرفش ينقله عنده على الاقل تبقى استويته، يبقى استوى الطرفين في عامل ضعف. ففي حاجات ياخدها زي العلم التجريبي اخده وقطعوا فيه شوط وبلا مبالغة. من يعرف تاريخ العلوم التجريبية يدرك تماما أن الغرب لم يضف إضافة حقيقية إلى ما أخذ من عند المسلمين. تقول إزاي والكمبيوتر والفضاء؟ قيس الأمر دايما بالمقدمات والنتائج. بمعنى المسلمين كانوا حطوا المقدمات التي صار الغرب عليه، وما حصلش الغرب لم يقدم طفرات. يعني النهارده مهم يعني نقلوا العلوم التجريبية، نظم التشريع أخذوا القوانين المسلمة الإسلامية واقتبسوا كتير. الآن بيدعوا أن التشريع الإسلامي اقتبس من التشريع الروماني، طبعا ده بناء على عقيدتهم بأن دين الإسلام دين وضعي من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى ما يقولون عبارة كبيرة. في الواقع ده هو أوجه التشابه بين الاثنين، بين القوانين الأوروبية المعاصرة وبين الشريعة الإسلامية، مش نتيجة إن الاثنين نقلوا من القانون الروماني، لا، والقانون الروماني موجود ويمكن الرجوع إليه. الفروق الجوهرية بين القوانين الأوروبية المعاصرة وبين القانون الروماني القديم هو مقتبس من الشريعة الإسلامية. برضه مش عايزين نعمل زي اللي بيقول لك ايه، طب خلاص ما دام هم اقتبسوا مننا نروح ناخد منهم قوانينهم وتبقى بضاعتنا ردت الينا. لا، بضاعتنا ردت الينا، واحد سرق منك جوهره تروح تجيبها تبقى بضاعتك ردت اليك، انما واحد سرق منك كتاب وشطب وعدل وحذف وحط واحده مكان واحده تروح تاخده وانت معاك الاصلي، يعني انت معاك الكتاب اللي ما حصلش فيه كده، تروح تاخد المتحرف ده وتقول بضاعتنا ردت الينا. هم نقلوا مننا لكن ما زال تشريعهم مشوه. وعموما المسلم يعني القضية عنده مش بالنسب 90% 99% ودي موافقة للشريعة مش عارف بنسبة كام. الالتزام بالشريعة عقيدة، اذا لازم 100%، فيش مش الامر غير خاضع للتجزئة. على اي حال المستشرقين درسوا كويس جدا وبدأ يحدد هو عايز يفقد الناس دي ايه وعايز ينقل منهم ايه وايه اللي يقدر ينقله بسهولة وايه اللي محتاج مجهود ربما معرفوش ينقلوه الى يومنا هذا.
إلى يومنا هذا هم لا يستطيعون أن ينشئوا أسرة كالأسرة المسلمة. ليه؟ لأن احنا قلنا الثقافة الأوروبية ثقافة دنيوية، ثقافة هم كانوا رومان كانوا يونان كانوا نصارى، في النهاية غرضوا في الحياة المتعة. ما تقدرش تقول لأب ضحي عشان أولادك، في طبعا قدر من الإنسانية أصلا كبني آدم هيشعر بعاطفة تجاه أبنائه، لكن مش هيبقى زي الأب المسلم ولا زي الأم المسلم ولا زي كل من يرى أنه ممكن جزاؤه كله يتأجل للآخر وهو يدرك ذلك، يقوم يحارب عندك أي حاجة تقول أن ثوابها في الآخر، يحاول يخليك زي، لأن أنت لما تقول دي ثوابها في الدنيا وبس يقل كتير من صور الخير، صور الجهاد، مش صور الجهاد، صور البذل الحياتي اليومي في بلاد المسلمين يقل لو احنا ما بقاش مستصحب ان ممكن الانسان يبقى غرضه انه ياخد ثواب في الاخرة من بعض العمل. ما ضروش ينقلوا نظام الاسرة، فعلى الاقل يهدوا عندك، وان كان هو يتمنى لو ياخده ويصدر لك النظام الفاسد اللي عندك، لكن لو ما قدرش يهد، هتلاقي الموضوع ده بيمثل الى يومنا هذا في الغزو الفكري والثقافي الغربي بيحتل مساحة كبيرة جدا وما بيسكتوش عند حد. يعني حرية المرأة خلصنا، قالك حرية الطفل، يعني الطفل ابوي ما لهمش سلطة عليه. طب الطفل ده باتفاق العقلاء عقله قاصر، مين ولي عليه؟ قال لك الأمم المتحدة، يعني الغرب هو اللي يبقى ولي أمر أطفال، هو اللي يلزمك أنت تمكنه من إيه وتمنعه من إيه، وأنت تبقى آلة. مجرد الأب يتنازل عن قوامته حتى على ابنه ويبقى آلة في إذن دي كلها مخططات ماشية في نفس خلاصة الأمر أن الاستشراق جه وتزامن هذا مع ان بهجة الانتصار، يعني في فتح القسطنطينية عادت الامة مرة اخرى الى الركود والنوم، مرة تانية الحركات الباطنية شوف معانا دول على طول الخط يلاقوا ركود ينتشر، تظهر الشيعة الصوفية والخرافات والخزعبلات، يقل يظهر حب الدنيا. احد الامور اللي بيها انهزمت الدولة العثمانية امور كتير فيها جزء يتعلق بالامور الشرعية زي تبنيها للبدع وتبنيها للصوفية، وجزء كاسباب دنيوية ان كبار قادة الجيش رفضوا تطوير التسليح لان هم كانوا معتمدين على الفروسية، فلما يجي يقول لهم بقى في ديناميت بيتصنع في اوروبا لا دعوكم من الديناميت نحن كفرسان نتغلب عليه. طب ادرسوا الامر، يعني الديناميت كسلاح، لذلك يعني شوف كل القنبلة الذرية والكلام ده كله لا يحظى سلاح غربي بعناية واهتمام ويتعمل له مناسبات ويتحفظ في كتب التاريخ قدر الديناميت، لان الديناميت هو السلاح الذي مكن اوروبا من هزيمة الدولة العثمانية، مع انه هو سلاح مأخوذ من عند المسلمين اصلا، وكانت اوروبا ما تعرفش ان الكيمياء الا السحر والشعوذة، والكيمياء علم اسلامي من اوله الى اخره، لكن قضى الله ما شاء فعل. فالمقصود ان قادة الجيوش العثمانية رفضوا ان هم جهود السلاطين العثمانيين في تطوير الجيوش وإرسال الخبراء لمحاولة معرفة ما يدور في العالم الآخر اللي تطور على طرق أداء الجيوش، وإزاي إن الأسلحة بدأت تاخد منحة، غير إن هو المنجنيق كان زمان السلاح قائم على الخيول كأداة ركوب والسيف كأداة قتال، والمقذوفات النارية كمدفعية،
لكن الجديد بدأ ان المقذوفات النارية دي بقت ايه، تبقى مركزة جدا وموجودة في حالة كامنة تنفجر لما يعني تلقى على الاعداء. وده التطور اللي الى يومنا هذا المعارك ماشية عليه، واللي كانت للأسف الجيوش العثمانية لا تعرفه ولا تحسنه ولم تتدرب لا على تصنيعه ولا على اتقائه، ورفض على اعتبار ان الفروسية تقضي على كل من امامها. وكان ده الظاهر وباطن الامر، ان الجيوش لو تطورت هؤلاء القادة الكبار كانوا هيفقدوا الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها باعتبارهم من كبار الفرسان. فاذا كانت عوامل كلها ان الامة فعلا ثابت، عوامل النصر والاعداء جهم درسوا، عوامل النصر كانت لسه ماثلة امامهم، وعوامل الانهيار اللي بدأت تدب وبدأوا يخاطبوا الملوك والقساوسة في تدعيم خطط الانهيار وبثها وارسال العناصر التي تعمقها، وفي نفس الوقت لاقتباس ما يمكن اقتباسه من بلاد المسلمين. في هذه الأثناء حصلت صحوة إسلامية في بلاد المسلمين، قادها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، والإمام الشوكاني في اليمن، و يعني جمع من علماء الأزهر في مصر. ولعلنا تعرضنا لهذه التفاصيل ذكرها السيد محمود شاكر في هذه الصحوة المتزامنة بلا ترتيب، ولعل الصحوة الإسلامية المعاصرة أيضا قدر من الله تبارك وتعالى فجأة تلاقي الناس كلها تأرخ لفترة السبعينيات إنها فترة الصحوة الإسلامية. طب كيف بدون ترتيب؟ قدر من عند الله تبارك وتعالى. في الوقت ده وفي أزمنة في زمن واحد ظهر محمد بن عبد الوهاب والشوكاني، ظهرت صحوة في بلاد في الأزهر، فتخاطب المستشرقون الملوك والرؤساء والقساوسة في أوروبا، فتم التعجيل بخطوة الغزو العسكري لبلاد المسلمين، وبالتالي إلى الآن ما حققتش نجاح. دايما بنقول في وجهين للموضوع، وجه إنها عملت مفاسد وأحدثت فينا نكايات وأحدثت فينا انحرافات، وجه إنها لم تؤتي الثمار التي أرادوها. أمركز إنها تؤتي الثمار التي أرادوها لكي تظل القلوب على يقين من أن هؤلاء القوم لا يصلون غالبا إلى ما يريدون. وبنركز على الآثار المدمرة عشان نعالج. في الواقع أن وجود الصحوة الإسلامية في على يد محمد عبد الوهاب والشوكاني والجمع الكبير من علماء الأزهر في مصر بالتزامن وبدون أن ينقل أحدهم عن الآخر كان له أثر في مجيء الاحتلال الإنجليزي لسواحل الجزيرة العربية لتطويق الحركة الوهابية وعدم إخراجها من جزيرة العرب، وتأليب السلطان العثماني على محمد بن عبد الوهاب، وتدعيم محمد علي لحرب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. طبعا قصة محمد علي دي قصة أيضا يعني فيها عبر كثيرة، وإزاي إن هم اضطروا يعطوا محمد علي بعض مفاتيح القوة عشان يقضي على ثورة على الحركة التصحيحية في الأزهر ويقضي على حركة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والعجيب ان هو يعني طب اللي بتوع الأزهر في بلده لا، ووكل كمان بالإيه بحركة محمد بن عبد الوهاب، وكأنه انطقي ما كانش عندهم ثقة في ان هم يمدوا السلطان العثماني ذاته بالقوة الكافية، لأنه ده ممثل الخلافة ككل، وأي قوة عنده قد تستثمر في الحرب ضدهم. لكن اللي وثقوا في محمد علي وعطوله بعض المفاتيح سحبوها منه تاني في الآخر كما هو معلوم. طبعا القصة قصة القدوم الاحتلال العسكري إلى بلاد المسلمين
يعني الحديث فيها يطول، لكن نذكر أيضا بما سبق الإشارة إليه إلى أن الحملة الفرنسية على مصر جاءت قاصدة الأزهر. يبقى إذن هنا احنا أمام مرحلة ناضجة من مراحل إدارة الصراع عند الغرب، درس وعرف وعرف فين موطن القوة، وموطن القوة ما لم يصبح عند هؤلاء القوم إجمالي، بمعنى أن قوة الأمة في دينها لا، ده في أسامي، بمعنى أن نابليون حاول، ودي محاولة مستمرة إلى الآن، المحاولة اللي بيسميها الأستاذ محمود شاكر تدجين المشايخ من الدواجن، يخليهم يخليهم آلة له. فهو ما كانش كان جاي يريد السيطرة العسكرية والثقافية دون أن يدفع ضريبة، غير ما يبقى له جيش منتشر والجيش يحصل مقاومة، لأن مستحيل أوروبا بهذه المساحة الجغرافية الصغيرة وهذا العدد القليل من السكان أنها تسيطر على الرقعة دي كلها في بلاد المسلمين، لا سيما وكما ذكرنا أن الأوروبيين مغرمين بالطرف، فمش هيبقى كل يوم في دم وقتاله. فكان هو يريد فقط سيطرة ثقافية وعسكرية، وعلى أن يوكل الأمر إلى بعض من بالداخل على أن يخضعوا له. فكان وقتها مين اللي لهم وجاهة والذين يعني إذا رضوا رضي الناس؟ كان مشايخ الأرض. فأظم نابليون قرار بتشكيل لجنة لتسيير أمور الحكم تتكون من 9 من علماء الأزهر، على رأسهم الشيخ عمر مكرم رحمه الله تعالى. فقابل منهم 5 ورفض 4، على رأس الرافضين أيضا كان الشيخ عمر مكرم رحمه الله. فقامت الثورات ضد حكم نابليون وفشلت هذه الحيلة. الجديد هنا هو اللي كان عايز يركز عليه قوي، ان الاستشراق كان وصل الى المعلومات التفصيلية الدقيقة اللي يدي اسامي 9، تاني يوم نابليون يوصل القاهرة يقول 9 دول هم المشايخ الكبار، وهو يعني من باب انه راجل بيجل المشايخ فحيترك لهم هم اللي يقودوا الامر. لكن يعني وفق الله الشيخ عمر مكرم ومن معه إلى أن يرفضوا التولي باسم نابليون. ومنذ ذلك التاريخ وقع الغرب فقد السلاح الرئيسي اللي كان جاي بيه. الغرب كان عايز يدجن المشايخ أو يعلم الدين الإسلامي باختصار، يعني يلم الشيوخ في كل بلد ويتفق معاهم، قولوا للناس إن الاحتلال ده كويس وده استعمار، وقولوا للناس حب النصارى ده أمر مطلوب، وقولوا كذا وقولوا كذا وتنتهي القضايا. الآن الاتجاه ده موجود وبيحاولوا فيه، لكن هو فشل منذ اليوم الأول، وإذا أعطاهم واحد ما يريدون يعني سخط عليهم بل عموم المسلمين. شوف الآن عموم المسلمين ومقدار احترامهم لمن يعلم عنه التلاعب في فتوى الناس العصاة، دعك حتى العصاة في الشوارع والطرقات، أول ما يلاقوا حد إنه معروف عنه إنه بالتلاعب في الفتاوى بيسقط من أعينه، لأن ودي طبعا كما ذكرنا الحديث ذو شجون، دي أحد الفروق الجوهرية بين منهج أهل السنة ومنهج الشيعة. لكن تلاقي الأمريكان مع كل العداء ده للشيعة والصراع اللي موجود هو صراع حقيقي بين إيران وأمريكا، لأن إيران عايزة تحجز لنفسها مكان يتناسب مع وزنها، لكن لما يجوا في العراق تلاقي حلف على السنة. ليه؟ لأن الشيعة لهم رأس يتفاوض معه، يقول أمريكا الشيطان الأكبر خلاص كل الشيعة يقولوا أمريكا الشيطان الأكبر، يقولوا أمريكا صديقنا خلاص تبقى أمريكا صديق، وبالتالي رغم وجود عداء إلا أنه عداء تحت السيطرة، بمعنى في النهاية يقدر
وبالتالي الشيعة يقولوا على أمريكا الشيطان الأكبر ويعملوا مظاهرات ضد أمريكا ويجوا في العراق يفتحوا الطرق للقوات الأمريكية. ليه؟ لأن الشيعة دين قائم على تعظيم الرجال، فاللي يقولوا الرجال دول يبقى دين، دين السنة ليس كذلك. ولا نعني فقط الذين يعرفون قضايا الاتباع وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، عوام أهل السنة بحكم انتمائهم العام وإن لم يدرسوا هذه القضايا لا يقبلون أن يتلاعب أحد في دين الله. أو ممكن يجي فتوى يقول لك وأنت هتفهم أحسن من الشيخ فلان، من باب أنه يستبعد أن يكون الشيخ فلان يعني ما فهمش المسألة وأنت فهمتها. لكن لما يلاقي شيخ مهما بلغت درجته ويتأكدوا من موقف واثنين وثلاثة انه بيتلاعب بدينه، تلاقيه وان اعطي ما اعطي من الالقاب او المناصب او كذا، تلاقيه سقط في اعين العامة. المعادلة دي معادلة صعبة جدا في الواقع، والاعداء بيدركوا. احنا بنقول الاعداء غيروا التكتيك وبقى عندهم دراسة لأدق التفاصيل، ومنها إدراكهم للفرق بين الشيعة والسنة في هذه الجزئية. ولذلك الأمريكان بيفصلوا مذهب عايزين ينشروه في المنطقة كلها، ودي خطورة مصر مرة تانية. الأمريكان عايزين تشيع عربي، أو الشيعة معظمهم فرس، الفرس عايزين يرجعوا امبراطورية الفرس القديمة، فهو باعتبارهم فرس مناوئين ومشاغبين، اما باعتبارهم شيعة الامر التفاوض معهم سهل جدا. يا الرأس يتراضى باي حاجة، يعني حتى لو اعطوه من الاموال ما يزن عشرات المرات، او يقوم الشيعة يستكينوا تماما. وبالتالي الأمريكان حريصين جدا على أن يوجد أن ينشر التشيع في بلاد العرب، وعلى أن يكون مقطوع الصلة بإيران. هو ده الدين الإسلامي اللي أمريكا ممكن تتفاوض معه وممكن ترضى به، وبيحاولوا يفوضوا بكل الطرق. وبالتالي أعتقد أبواق أمريكية تمسك الجريدة تلاقي صفحات الفنانين والفنانات والعراة، والصفحة الثانية المقتل الحسين ومن الثأر الحسين هم يعني فجأة كده بقى لهم اهتمامات تتعلق بالدين ودين الشيعة وسب الصحابة وسب أمهات المؤمنين. هم يعني سجلاتهم كلها معروفة، الصحف ديت ورؤساء تحريرها، ومعظمهم من الذين يكرهون الدين لمجرد اسمه. فجأة بقى عندهم تدين بس يكون شيعي. فالأمر طبعا يعني في مظاهر خطورة كثيرة. الحاصل ان جه الاحتلال فشل في بلاد السنة انه يقدم نموذج تدين يقول للناس انه يخضع ويستكين لسيطرة الغرب عليه. وجد طبعا معروف القديانية والبهائية ويتكلمنا عليهم، دول اللي بلغوا قمة، بس ما قدروش يوصلوا لانهم يصرحوا بالترحيب بهذا الغزو الصليبي إلا لما ارتدوا. خدوا شوية ناس بقى مغيب العقول تماما، أو هم عندهم استعداد يبيعوا عشان دين البهائية في الزنا عقوبته مش عارف التبويخ بالكلام أو وفي كذا وفي كذا، فدول خلاص خدوا شوية الحسالة دول وبلغوا بيهم حد الردة، حتى مع أنهم منتسبين للإسلام اعتقد وجود الاله، الغلام القدياني هو الاله، اعتقد وجود نبوة البهاء، البهاء ادعى الالوهية، والكلام ده اتكلمنا عليه برضو في مرات سابقة، وبدعم امريكي
يوجد البهائية في بلاد المسلمين ورفعوا دعاوى قضائية انهم عايزين يظهروا قدام الناس ويقولوا انهم بهائية، حتى من جانب يعني يكون هو مرتد ده امر، حتى الجانب الاخلاقي لما واحد عايز يقول على نفسه بهائي فتعرف ان هو يرضى بالفاحشة على اهلي، ان الزنا عنده ده امر اهون من اصغر الصغائر عند الناس، بس في ناس مستعدة تبيع للنهاية يعني ما لا تتعجب. فالحاصل ان الاحتلال فشل في اهدافه، اضطر لمواجهات عسكرية في كل بلاد المسلمين، في مصر وفي فرنسا في الجزائر وفي فلسطين. بداية المرحلة الجديدة اللي احنا لخصناها بان برضه وفي توقيت متقارب القادة العسكريين الاوروبيين مع تنازعهم وصلوا الى قناعة اخذها بعضهم عن بعض من انه لا بقاء لهم، لن يستطيعوا ان يبقوا تواجدهم العسكري في بلاد المسلمين. في نفس التوقيت اللي كان اليهود في اوروبا وصلوا لما وصلوا اليه مما ذكرناه من قبل من بدايات نشأة البنوك والسيطرة على حركة الأموال في أوروبا وأمريكا، وصار هناك أثرياء كبار جدا من اليهود لهم يقدروا يشتروا الساسة الأوروبيين وإلى يومنا هذا، وغير أنه هو بيشتري بالمال وممكن برضه يوفر له ملف فضائح، والأوروبيين كلهم والأمريكان مش ممكن هتلاقي شخص منهم من الساسة أو من غير الساسة ما وقعش في الزنا، ما وقعش في شرب المخدرات، مع ان الخمر عندهم مباحة بس تجد انه لازم طب يجرب المخدرات كمان. والسجلات دي اليهود بيجيدوا حفظها وارشفتها على جنب لاستغلالها عند اللزوم. فبدأ اليهود يبقى لهم كلمة، وبدأ بعضهم من باب المجد القومي عايز يبقى اسمه لم اليهود حواليه في اي حتة، كانوا بيتكلموا على بولندا، بيتكلموا على الارجنتين، نابليون قال لهم لا انتوا تروحوا ازاي في اي حتة وتسيبوا ارض اجدادكم، ارض اجدادكم هي فلسطين. ولذلك بدأ الامر. طب كانت الفكرة انذاك عند الغرب انه حينسحب وحيلغي الاحتلال العسكري فلازم يبقى له بديل. كان احد اهم البدائل وجود جسم غريب في من الناحية الجغرافية في قلب العالم الإسلامي يمنع من إعادة التئامه تحت خلافة واحدة. يعني بهذا تقريبا نكون ذكرنا كل الخلفيات التاريخية في كنشأة الروم كأمة منذ فجر تاريخها، نشأة اليهود كأمة، العلاقة بين الأوروبيين واليهود كيف صارت عبر التاريخ، العلاقة بين المسلمين واليهود، والعلاقة بين المسلمين والنصارى وبين الأوروبيين كيف صارت، إلى المرحلة اللي هي بداية الانسحاب العسكري للاحتلال الغربي من بلاد المسلمين مع وجود إسرائيل كوكيل عن الغرب في حرب الإسلام. هي دي اللي ربما اتغطت كتير في مناسبات كتير الستين سنة الأخيرة من هذا الصراع. إن شاء الله نجمل أحداثها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.